أرى أنك حبيبي مستعد، أنت مستعد لأن ترمي يعني نفسك بين أحضان هذا الحبيب. كل ما تحتاجه عزيزي هو كلمة، وهذا الألكار تقول نعم ستكون هناك بداية، لكن بعد يعني مرحلة طويلة، يعني هذا بطيء. نعم هذا بطيء، رغم هذا الحب ربما نحن نتكلم عن توأم الروح، توأم الشعلة، لذلك هذا هذه يعني هناك أسرار. أنتم يعني هناك هذا حب في السر، حب ربما صامت، حب في السر، لأنه ربما هو متزوج أو أنت متزوج أو بجوج بكم متزوج، يعني هذه العوائق التي في علاقة وحب توأم الروح وتوأم الشعلة. سلام يمشي توأم الروح وتوأم الشعلة، يعني لا تعقد الأمور، لا توأم الشعلة هكذا، لا توأم الروح يا عباد الله، أتوأم الشعلة يعني هناك يعني ناس تريد أن تكتب كتب وتبيع كتب، فيعني يعقدون المسائل، لا هذا هكذا، حب واحد، واللاف واللايف، ليس هناك أكثر. الأرواح المتشابهة نعم موجودة، والحب الحقيقي الحب السماوي، ليس الحب في الأرواح المتشابهة كذلك حب حقيقي، لكن الرابط السماوي القوي، هذه المعاناة الكبيرة، هذا الحب الذي لا ينتهي، هذا الحب الذي يبقى طوال الحياة، وهذه القوة وهذه الجاذبية وهذا الانجذاب والرغبة في أن أكون معك أو أن أموت، هذا توأم الروح، توأم الشعلة، روح واحدة في جسدين. نعم كنتما قبل الحياة، قبل خلق الكون. هذا يعني ما تعقدش الأمور، كل شيء ببساطة، يعني كونوا حكماء، كونوا أذكياء، صافي. هذا من جهة، هذا حب في السر، أنت عزيزي برج الجوزاء تريد تنتظر غير كلمة واحدة باش ترمي راسك بين هذا الحبيب، يعني هناك يعني أنت تعرف كما قلت في السابق حب واضح وضوح الشمس، أنه يحبك، أنت تعرف من خلال نظراته، تصرفاته، هذا الشغف، شغف عينيه ولهفه، ويمر قرب بيتك أو يبحث عنك في الأماكن اللي أنت فيها، نعم فقط ليراك ويرتاح، يعني هذا الحب، يعني هذا الحب الصافي النقي القوي، يعني قوة الأعاصير، نعم، وهذا الحب راسخ في أعماق القلب والروح، وأنا أتكلم عنك وعنه، نعم، خلوني نزيد، يعني أنا أقول أن هذا نفس، رغم أن هذه يعني الطاقة أو يعني الأشياء لا تتغير، يعني بطيئة بطيئة، لكن تصر الكارت يعني ثلاثة أن الحكم السماوي سيقوم بعمله، هذا الإنسان لك وأنت له، يعني العوائق ليس لها وزن مهما كبرها، مهما اختلافات الموجودة كانت دينية، كانت ثقافية، كانت عرقية، كانت طائفية، كانت اختلافات في السن، لا يهم حبيبي، توأم الروح لا تخاف، توأم الروح لا مفر منه، سيأتي، ستأتي، ستذهب، سيأتي وستذهب، يعني سيجمعكما القدر و هذا التوازن، يعني التوازن السماوي، نعم، أنتم خلقتم، ما دمتم يعني تلاقيتوا في الحياة، فالمصير هو أن تجتمعوا، لا ندري متى، لأن هكذا يعني توأم الشعلة هي يعني علاقة، ماشي علاقة، هي حب صعب جدا، لأن لماذا؟ لأن يجب أن نتعلم، أن ننضج، أن نكبر، أن نتعلم، لكن هذا التعليم لنصير أفضل، ناس أفضل، ناس أطيب، ناس عفوا، ناس أطيب، هذه هي يعني هذا هو يعني تمرين واختبار توأم الروح، توأم الشعلة. نعم التي نشوفوا الحبيب، شوفوا الحبيب، شوفوا كيف هو، هو عبء، يعني هو وراء عبء، هذا الإنسان يعني يحمل عبء، هو مسجون، مسجون هذا الحبيب، ربما هو مع شخص آخر، شوف الأسرار من جديد، شفت سبحان الله، يعني تتكرر تتكرر أحيانا، أخاف الحزن الكبير، الحزن الكبير.
السر الحزن، هذه هي طاقة الحبيب. رسالة، هذه هذا الكارت يعني ماذا تقول؟ يعني من شدة هذا الحزن الحبيب سيتكلم أخيرا. يعني شوفوا، لكن بالتي غادي نشرح لكم، يعني هذه المرحلة بطيئة، هذه الحكاية، هذا الحب بدأ ربما منذ سنتين ثلاثة أو أكثر، يعني ماشي جديد بل قديم، هو قديم، هذا الحب قديم، ماشي قديم يعني قديم بزاف، لكن ليس شيء جديد، يعني هذا الحب يعني لم يمت رغم مرور السنين، لم يمت. وماذا يقول؟ وهي علاقة بطيئة، لأنه هو ربما متزوج أو أنت متزوج، وهنا يعني مستحيل، حب مستحيل، لكن في يوم لن تتوقعه هذا الحبيب سيتصرف بسرعة. لماذا؟ شوفوا الألوان، يعني هذا الجنازة، يعني هو بحال كما لو أنه ميت، بحال لم ميت، واخا يعني كيعاني واحد المعاناه كبيره بزاف. اي كيسكي الفا فيغ سودا؟ غادي الفا بوجي، الفا بوجي حيت عيا، يعني سيتصرف سيتحرك، لان هذا الالم يصعب، ليس فقط الالم، خليونا، لان بلاتي ليس فقط الالم، انا ارى هنا عذاب فيما يخص هذا الحبيب، هو يتعذب اكثر منك، اكثر مما تتصوره انت. فأحيانا شوفوا توأم الروح، توأم الشعلة، لكن يعني كل واحد يعني ليسوا معا، لكن شوفوا للدين، يعني يشد يدك وتشد يده، تشد يده، لكن رغم العوائق، لكن هناك ماذا أنتما يعني بين شجرة، يعني بيناتكم شجرة، ماذا يعني هذا؟ أن ما بينكما هو الجمال، والشمس والقمر، الليل والنهار، نعم يعني التوازن، الحياة، وبعد يعني حتى في الليل شوفوا الجمال، الجمال البيزاج، يعني هذا يعني هذا الصورة، حتى في الليل، حتى الليل بدونه جميلة. لماذا؟ لأنك تعرف أنه حبيب الروح، حتى التفكير فيه يكفي لتكون سعيدا جميل، لأنك تعرف يعني تصله طاقتك، وتعرف أنكما مربوطين مربوطين يعني بخيط غير مرئي. لماذا؟ لأنكم توأم الروح وتوأم الشعر. الله على قراءة، الله الله على قراءة، شحال زوينة، وهو حبيبي سيتكلم، بتي سيتكلم عزيزي، الله شوفوا سيتكلم حبيبي، هذا الكلام سيحدث، قلنا بعد هذا هذه المعاناة الكبيرة، والنضج الروحي، النضج الروحي هذا مهم جدا، يعني خصنا نمارس الخير في حياتنا. من وجد توأم روحه وتوأم الشعلة، وهو حب صعب ومستحيل، وهناك عوائق واختلافات، يعني هناك قيود اجتماعية ثقافية، والناس والحساد يتدخلون، يعني يتكلمون، لأن يعني ربما اختلافات كما قلت ثقافية أو في العمر كذلك، والناس لسوء الحظ يتدخلون. هذه الطاقات السلبية، لننسى الطاقات السلبية لنسامحها ونكون روحانيين، يعني لنمارس الخير، الخير، الكرم، هكذا، هذه هي الطريقة لنصل لروحنا، لتوأم روحنا، هذه هي الطريقة، يعني النضج الروحي، وأن نحب الكل، نحب الكل، السيء، الجميل، القبيح، اللي يهضر فينا العيب، لمن أساء إلينا، من الكل، أن نحب الكل ونسامح، ونسامح، هذا هو النضج الروحي، وهذا ما سيجعلنا نلتقي بهذا الحبيب. لا تخلوني، لأن عجبتني القراءة، جميلة بزاف، يعني عندما تكون قراءة توأم الروح كنفرح بزاف، كان الله شوف وشوفوا فوفواي، يعني فوفواي، الله أنا لا أصدق. شوفوا فوفواي، فين هي بلادي يا رب. مهم، غادي نخلي هذا توأم الروح، لا أريد لأنهم عريانين،
التي هكذا توأم الروح، هذا كرت الروح، توأم الروح وتوأم الشعلة، وهذا الرحمة السماوية، العطف السماوي والنضج الروحاني وقوس قزح في حياتك، والفرحة والبهجة والسلام والحبيب. شوفوا هذا سيتكلم، وماذا سيحدث؟ الله غادي يجمعكم، لو ديستان غادي يجمعكم أخيرا. يعني هذا أقوى ما رأيته، يعني أنا فرحانة، بغيت نبكي باسكو يعني أول مرة كتخرج لي يعني توأم الروح من فصلين، لكن بعد هذا، بعد هذا النمو والنضج الروحاني، توأم الروح يعني يجمعهما القدر. الله على قراءة، شحال زوينة. أنا أعتقد لا تحتاجون أكثر حبيبي أو حبيبتي، توأم الروح يعني الله، شحال زوينة. يعني صافي ارتحيت، صافي ارتحيت، لا تحتاجون حتى للرسائل. كانت قراءة قوية جدا، قوية وجميلة، سماوية روحانية، جميلة بزاف، عجبتني بزاف. كان فرح بزاف عندما يعني تتكلم الكارت بهذا الوضوح. لماذا؟ لأنه حب حقيقي، يعني حب توأم الروح، حب بيور، حب صافي، يعني ما فيش لعب، ما فيش لعب، ما فيش كذب. رغم أن أحيانا يعني الإنسان يلبس قناع، لكن هذا فقط بسبب العراقيل، من العوائق الاجتماعية والثقافية، والخوف من الهضرة، يعني كنخافوا من الهضرة، ماذا سيقولون، ماذا سيفكرون. يعني وأحيانا يلبس القناع توأم الروح، سواء أنت أو هو، يلبس قناع لكي يحمي نفسه من هذا المجتمع القاسي الذي لا يفهم هذه الأشياء الروحانية، لن يفهمها أبدا حتى ينضجوا روحانيا مثلكم. الله، أنا وجود، يعني الوجود، الـ الإيمان والنية. النوايا الحسنة، يعني النوايا الحسنة، يعني ما قلته سابقا، النوايا حسنة سواء في الحب أو في حياتكم. الإيمان القوي، وأنت موجود، ربما الله يتكلم أنا موجود أو أنت، يعني أنت موجود وتؤمر الوجود، يعني تتكلم عن الوجود الروحي، لأن الوجود الجسدي نحن نراه، لكن أحيانا ننسى أن هذا الروح الجميل وهذه الروح الجميلة عندما نخرجها منها، مش نخرجها يعني نتركها ترى الضوء، نتركها يعني، فيصبح هذا الجسد الذي توجد فيه هذه الروح أجمل، طاهر، جميلة بزاف. باسيون، الشغف، أن تسامح وتتعلم في الحياة، وأن أن تتعلم، تقول هذا الكارت، أن تفتح يعني قلبك لهذا الحبيب، نعم، وأن أن تحاول أن تعرف هذا الحبيب كما قلت. يعني سبحان الله العظيم، قد تكون يعني أنتم الاختلافات ديالكم، هذا توأم الروح وتوأم الشعلة، عرقية، دينية، ثقافية، نعم، وهناك اختلافات، لكن توأم الروح متشابهان، يعني المشاعر هي نفسها رغم الاختلافات الدينية والثقافية وفي اللهجة وفي اللغة. تقول يعني تعرف، فأنتم يعني تعرف الروح وتعرف الروح، لكن الإنسان بما أنكما مختلفين ومن بلدان مختلفة ومن ثقافة وكما قلت وطوائف ودين مختلف، تعلم كيف تتعرف على هذا الحبيب، نعم، لكي تعرف هذا الحبيب ولكي نقوي هذا الرابط. يعني نتكلم عن توأم الروح، هذا الرابط الذي يجمعكما، وهذا بيردوني ابروندر، يعني ان تسامح وتتعلم من الحياة، نعم، تسامح الناس من أساء إليك وتتحرر من يعني كل ما أساء إليك، وأنك ستعيش أفضل إذا تحررت من الماضي ومن الأشياء السلبية، ستعيش الحياة أفضل، عفوا مش الحياة، الحب، يعني ستستمتع بهذا الحب، وهذا يعني كرت لا تخك لا باسيون، يعني هذه الجاذبية الموجودة
اترك القلب والقلب يعني القلب والروح، القلب والروح يعني توأم الروح يغنيان، تقول لك هذا القرد اترك القلب والروح يغنيان. نعم يعني علاقة توأم الروح، عندما يكون هناك القلب والروح فهي جاذبية سماوية روحانية، ليست فقط جسدية. كانت قراءة جميلة.